الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت بتحتفل بأبطال أولمبياد باريس 2024، وده ضمن فعاليات مهرجان العالمين بحفلة خاصة حملت عنوان ليلة الأبطال على خشبة المسرح الروماني، واللي أحيتها الفرقة المصرية للموسيقى والغناء. مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استقبل أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 اللي كان بيرافقهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مهرجان العالمين الجديدة. كمان مجلس إدارة الشركة المتحدة اصطحب أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 مع وزير الشباب والرياضة، وعملوا جولة تفقدية في العالمين الجديدة وفي فعاليات وأنشطة المهرجان المختلفة. هينضم إلينا على التليفون الكابتن كريم كحلة، بطل العالم لرفع الأثقال واللي كان أحد المشاركين في الأولمبياد. كابتن كريم برحب بيك. اهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور. وكابتن كريم، احنا عارفين الحقيقه الاصابه اللي تعرضت ليها خلال منافسات اولمبياد باريس 2024، ويمكن دي اللي عطلتك شويه ان انت تحصل على الميداليه، لكن لو رجعنا شويه قبل البطوله، ازاي قدرت انك تحضر نفسك نفسيا وبدنيا لبطوله العالم لرفع الاثقال والتحدي الاكبر اللي واجهته؟ والله والحمد لله على كل حال، يعني هو الشغل كله كان على دوره الالعاب الاولمبيه. كان قبلها في بطوله العالم الكبار، خدت فيها المركز الاول على العالم. لكن طبعا هي احنا اللعبه بتاعتنا لعبه رقميه، انا كنت شغال على ارقام معينه، هي الارقام دي اللي اقدر احقق بيها ميداليه في الاولمبياد. لكن يعني الحمد لله، يعني على كل حال، يعني بعد كل التجهيز دوت حصل اصابه اثناء المنافسه في البطوله. كانت الارقام اللي انا اشتغلت فيها قبل البطوله كانت ممكن تحقق لي ميداليه فضه في الاولمبياد، لكن يعني الحمد لله على كل حال، يعني الحمد لله انا راضي، وان شاء الله نقدر نشتغل للدوره اللي جايه وتحقق ميداليات ان شاء الله فيها. بتقول ان لعبه رفع الاثقال هي لعبه رقميه، ده معناه ان انتوا بتبقوا شايفين السكورات اللي متحققه او الارقام المتحققه في الاولمبياد عامه او في البطولات الكبيره، وعلى اساسها بيتم التمرين، ولا يعني المفروض سيستم التمرين او نظامه بيمشي ازاي؟ هو بيكون يعني كل لاعب بيكون ليه مستوى معين، ارقام معينه هو بيقدر يرفعها. طبعا لما بتحقق مستوى معين انت بتشتغل بعد كده في التمرين ان انت يبقى مستواك احسن او ارقامك تتحسن في التمرين. علشان كده بيكون يعني في خطه جديده، بيكون في شغل اكتر علشان تقدر تشيل ارقام جديده. طبعا انت بتشوف المنافسين بتوعك، بتشوف ارقامهم في المشاركات بتاعتهم في بطولات العالم والبطولات القاريه، وبناء عليه انت بتحط خطتك برضو، بتكون عايز ان انت تعمل ارقام زي الارقام بتاعتهم او تعديها كمان علشان تقدر انت تكسب. بيكون الموضوع فيه تحدي شويه، وبيكون طبعا يعني في شغل وفي التزام بمواعيد كل حاجه، باكل ونوم وتمرين وكل حاجه، فطبعا بيكون موضوع صعب شويه، لكن هو ده التحدي وهي دي الرياضه. يعني ازاي شايف مستقبل رياضه رفع الاثقال في مصر؟ يعني ايه النصايح اللي ممكن تقدمها للاجيال الجديده اللي عايزه تلعب اللعبه دي وتكمل فيها، خاصه انها طبعا اللي يشوفها شايف انها لعبه مش سهله ومحتاجه قوه تحمل ومحتاجه تدريبات من نوع خاص؟ احنا في لعبه رفع الاثقال في مصر يعني الحمد لله احنا وضعنا كويس، يعني وعندنا خامات وعندنا مواهب كتيره جدا، واحنا مميزين في اللعبه دي عالميا وقاريا. والفترة اللي فاتت يعني وزارة الشباب والرياضة عملت المشروع القومي. المشروع ده بيضم لعيبة الصغيرين في السن، بيعمل لهم معسكرات وبيأهلهم ان هم يكونوا ابطال اولمبيين. طبعا دي حاجة يعني كويسة جدا وحاجة جميلة جدا ان هي عملت جيل جديد يقدر ان هو يشارك في البطولات العالمية اللي جاية والدورات الاولمبية اللي جاية، وان شاء الله يعني يكون في ميداليات كتير ان شاء الله في الفترة اللي جاية ان شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن كريم كحلة، بطل العالم في رفع الأثقال. كمان ينضم إلينا عبر الهاتف كابتن عبد اللطيف منيم، بطل العالم للمصارعة. كابتن عبد اللطيف برحب بيك. أهلا بيك يا فندم. عايز أعرف تجربتك في بطولة العالم للمصارعة، وإيه أبرز التحديات اللي واجهتها؟ طبعا أبرز التحديات اللي احنا يعني هي أصعب الحاجات هو إن طبعا الإصابات أو التخسيس أو طبعا شدة المنافسة أو الحكم يجي عليك أو يظلمك أو الكلام ده، فبتبقى الموضوع صعب بالنسبة لنا جدا لأن القانون بتاعنا صعب، ممكن بقرار حكم يكسب التاني الماتش، فهو الموضوع محتاج مجهود والتزام أكتر يعني، ومحتاج دعم كبير. وإحنا طبعا بنشكر الدولة المصرية على دعمها لينا ووزارة الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي واللجنة الأولمبية، وبنشكر طبعا يعني السادة الرعاة بالنسبة لشركة روابط أو الشركة
الشابه المصريه بالما هيلز، فطبعا احنا بنشكر الناس دي على دعمها لنا المستمر اللي احنا قدرنا نحقق ميداليه في بطوله عالم زي كده. ايه اللي لازم يحتاجه بطل المصارعه يعني من تدريبات، من نظام غذائي؟ ازاي نقدر نعمل ابطال كمان تانيين بيحلموا ان هم يحققوا انجاز في الرياضه دي؟ هو الاستمرار طبعا في كل حاجه هو سبب النجاح، فاحنا لازم نكون في عندنا استمرار دايم، ما نقفش بعد محطه معينه، لازم يكون عندنا خطه على مدى بعيد جدا، على مده مش على مده شهور ولا سنه ولا سنتين، على مده 10 سنين بالنسبه للاطفال الصغيرين او الابطال اللي لسه هيبداوا في مشروعهم البطل الاولمبي او كده. بيتعمل خطه، بيبقى في ناس مميزين بيبقى مثلا عليهم الامل ان هم يجيبوا ميداليه اولمبيه، فبيتعمل لهم اعداد كبير على مدار سنين كبيره. يعني حضرتك لو جيت تبص للدول اللي هي مصنفة أول في ميداليات في مجمل الميداليات في الأولمبياد، بتلاقي الناس دي أصلا بتتكلم عن الأبطال بتاعتهم من 10 سنين من هم أطفال، إن دولت هيبقوا أبطال في يوم من ما، أبطال أولمبيين، معمول لهم خطة لكده وبالفعل بيحققوا الإنجاز ده. يعني أهم حاجة إن يكون في دعم من الحكومة والمؤسسات الرياضية في مصر لتحقيق أي إنجازات، لكن إيه الخطوات اللي شايف كمان إن الدولة قامت بيها وزارة الشباب والرياضة عشان تدعم الأبطال المصريين وإن أنتوا كمان تقدروا تحققوا الإنجاز ده؟ طبعا الدوله المصريه هي بتدعم الرياضه، وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدعم الرياضه المصريه طبعا ومتابع، فطبعا ان الدوله اصلا كده كده هي بتدفع، بس طبعا احنا محتاجين من الاتحادات المصريه ان هي تستثمر الفلوس دي في مكانها الصح طبعا زي ما هم شغالين، ان يبقى في معسكرات خارجيه في المقام الاول بالنسبه للاعب احتكاكيه، ثم طبعا ان انت تبقى اللاعب بتاعك يبقى طبعا مؤمن، يعني مؤمن بالنسبه للراتب شخصي طبعا كبير يليق بيه ان هو بيمثل مصر، او الفيتامينات بتاعته او الدكاتره اللي شغالين معاه. الموضوع محتاج الموضوع مكلف جدا طبعا، بيدخل فيه الساده الرعاه، بيساعدهم الدوله كمان، فان شاء الله القدم افضل. يعني كابتن عبد اللطيف، اهدافك في المستقبل بعد ما حصدت لقب بطل العالم، ايه خطتك اللي جايه؟ المفروض هتنافس على ايه او هتلعب على ايه؟ انا كنت بنافس على ميداليه اولمبيه، وقدر الله ما شاء فعل، ما الحمد لله ما حصلش نصيب، فلما زال هفضل اسعى لحد ما تيجي ان شاء الله. حلم طبعا ان انا اجيب ميداليه اولمبيه، حلم كل رياضي ان هو يجيب ميداليه اولمبيه. اكيد. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن عبد اللطيف منيع، بطل العالم للمصارعه، نتمنى لك التوفيق وان شاء الله ننتظر منك المزيد من البطولات في الفتره الجايه.